دبي ومواجهة مدارس مهمة جدا ومختلفة في كرة القدم العالمية. طبعا دي حاجة مهمة جدا، وحاجة يعني أنا بعتبرها احتكاك مميز مع مدارس مختلفة. وبعدين أي تعليم لبرع صغير لا يمكن أن يجيب نتيجة إلا بانتهاء هذا التعليم بالمشاركة. نعم أنت اشتركت هنا في مباريات دوري منطقة القاهرة، ده هذا غير كافي على إن أنت بتبص لمستقبل لاعب النادي الأهلي، اللاعب المحترف نعم مستقبلا لازم يعيش عيشة الاحتراف الكاملة، من معيشة لمسكن لمأكل لاحتكاك، لا 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 لا، هو في النادي الأهلي عايش هذه العيشة على المستوى المحلي. نعم فرصة كبيرة جدا إن منذ الصغر يروح يركب طيارة، ينزل الملعب، يشوف مدرب مختلف، يشوف لعيبة مختلفة، يشوف مدارس مختلفة، يلعب في ملاعب مختلفة، يلعب بنظام مختلف، أوفسايد ومش أوفسايد وبتاع، مهما كان. يعني احنا مش بنبص للنتائج في الدرجه الاولى، ولكن بنبص للاحتكاك وبنبص للتعامل واكتساب الخبرات يعني المتنوعه في استراتيجية الاحتكاك. حضرتك يا دكتور بناء لعيب محترف منذ مرحلة البراعم، انت بحضرتك بتهيأ له هذه الطريقة من وهو لسه في البراعم. بالظبط كده. يعني يمكن انت كمان هتشوف ابتداء من العام القادم نقلة حضارية مختلفة جدا في قطاع الناشئين والبراعم. يعني على سبيل المثال ان احنا هندخل التدريب الفردي التخصصي بالنسبة للولد الصغير وبالنسبة للولد الكبير. نعم بمعنى ان اي تدريب جماعي بيهتم باللعيبة ككل، نعم لكن في ولاد مميزة بتحتاج الى ان هي تعمل تدريبات لتنمية عنصر معين أو لتقوية ميزة عنده، زي مثلا ما بيشوطش برجله الشمال، ما بيلعبش بدماغه نعم في المراوغة، حافظ طريقة واحدة للمراوغة، تسديد، تفنيش الهجمة، كلام لعب بألعاب الهواء، الكلام ده كله. ودي هتبقى نقلة حضارية جديدة للنادي الأهلي ولفرق الناشئين في النادي الأهلي وفرق البراعم وكل الفرق. واعتقد ان دي هتجيب ثمار عاليه جدا جدا مستقبلا ان شاء الله. دكتور عمرو، عايز اسال حضرتك المستوى العام لكل المنافسات، كل الفرق احنا بنتابع النتائج ما شاء الله في تحسن مستمر، وفي نفس الوقت ابتدت يبقى في اداء، يعني مش بس بقينا نشوف نتائج، لا بنشوف نتائج وبنشوف اداء. بص يا كابتن فاروق، انا اول لما جيت ومسكت من 6 اشهر تقريبا، نعم يعني عملت على نمط ان احنا ترتيب البيت من الداخل وعمل بنيه اساسيه للقطاع. نمره 2 عوده الروح لكل لاعب ولكل فريق في النادي الاهلي. الروح اللي ايه؟ الروح القتاليه، الروح اللي بتؤدي الى الفوز في احيان انت بتبقى وحش في الملعب، نعم، ولكن بالروح بتكسب. الحمد لله نجحت الى حد ما في يعني تقريبا 75% من المخطط الموضوع للسنه الاولى. يعني هم نفس اللعيبه ونفس الجهاز ونفس الاداره اللي كانت موجوده، ولكن احنا عملنا شده جامده جدا وعملنا تنظيم خاص ووضعنا لوائح، وهذه اللوائح يعني بتنفذ بحذافيرها في ثواب وفي عقاب على كل فرد من افراد الجهاز مهما بلغ منصبه، وعلى كل لاعب من اللاعبين مهما بلغ موقعه. اللي صدقني اللائحه دي عملت نتيجه كويسه جدا جدا، وابتدت اللعيبه تخرج من جواها طاقات كامنه او روح كانت موجوده بنسبه متوسطه، اصبحت دلوقتي وصلت لاخر اللي جيد جدا، وفاضل حته الامتياز دي جايه ان شاء الله، وبالتالي ده انعكس على النتائج، انعكس على الاداء. بتشوف نتائج مميزه، احنا متصدرين اكثر من سبقه في البطوله، ودي مش هدفي خالص. انا لو ما كسبتش ولا بطوله السنه دي، ولكن اكسب الروح واكسب الاداء واكسب التعاون واكسب ان كل وتكسب بناء الناشئين يا كابتن، بناء النجوم. بالظبط كده. احنا كمان في ان شاء الله استراتيجيه هتشوفها السنه الجايه، ان الولاد المميزه في كل فريق بنجمعها كده لوحدها وهنعمل اكتر من فريق للمواهب. نعم، انا اللوحه اللي حضرتك استعرضتها، ايوه انا فاكرها كويس قوي، هظل يعني ايه متذكره كده، عشان كل مره اقول لحضرتك كل عنصر من هذه اللوحه وصل الى فين. كابتن عمرو، عايز اسال حضرتك
المعايشة للاعب عمر عادل عبد المنعم في ديبورتيفو ألابس ومعاه أيضا أحد زملائه في الفريق، كيف جاء الأمر؟ والله بص، عايز اقول لك حاجه، حته المعايشه دي، الو، أي يا فندم اتفضل. حته المعايشه دي انا بشجعها جدا. نعم. يعني يمكن في اكتر من لاعب في القطاع خرج بره وعمل معايشه كامله مع الفرق، ودي بتعتبر يعني البند الثاني بجانب الاحتكاك. يعني احنا طلعنا 2005 احتكاك. نعم. على المستوى الجماعي، اما على المستوى الفردي اي لاعب بيديله معايشه النادي لا يبخل عليه ويعطيه الموافقه فورا، يروح يتعايش مع هذا الفريق، وصدقني بيجي بافكار ثانيه خالص، بيجي بروح ثانيه، هذه الروح بتتنقل للفريق اللي هو فيه كله، بتتنقل للقطاع كله، بكل لاعب بيتمنى ان هو يطلع زيه. الولد بياخد ثقه عاليه جدا في نفسه، بتلاقي مستواه وبتلاقي اداؤه مختلف تماما، بتلاقي فيه شخصيه مختلفه. كل هذه الامور بتعمل في الاخر الى بناء شخصيه اللاعب المحترف. نعم. أو الشبل المحترف في النادي الأهلي منذ الصغر. تخيل أنت واحد عنده 14 15 سنة راح معايشة وقعد 3 4 سنين اللي جايين يعمل هذه المعايشة، ثم يبدأ بعد كده يحترف. طبعا دي هيبقى لها طب شكل. دكتور عمرو، هل هذا هو نهج هيستمر عليه النادي الأهلي في الفترة القادمة؟ ده مش نهج، ده أحد الأفرع البسيطة في المنظومة الاحترافيه اللي احنا هنعملها السنه الجايه. نعم. يعني احنا هنعمل منظومه احترافيه احد محاورها المعايشه في الخارج. نمره 2 حته الاحتكاك مع الفرق الخارجيه في الدورات وبتاع. نمره 3 المدربين اللي عندنا، لان دول اللي بيقع عليهم الحمل الكبير، لازم يبقى المدرب ده مثقف. طبعا. يتعايش مع اللاعب. طبعا. يتعايش مع الاداري، لازم يعرف الجديد اللي بره. فان شاء الله هتبقى في بعثات خارجيه في الصيف، واعتقد مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن يعني دي من ابرز العوامل يا دكتور عمرو، من ابرز العوامل، و لا لا مش بس هتنهض، هتنهض كمان مش بس بقطاع الكره بالنادي الاهلي، هتنهض باذن الله في الرياضه المصريه ككل والكره المصريه ككل. بالظبط كده يا كابتن فاروق. دكتور عمرو، طبعا عمرو بن مجد رئيس قطاع الناشئين من النادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مداخله مفيده، والصراحه دايما دكتور عمرو كل ما نكلمه بنلاقي حاجه جديده داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، والصراحه بيبقى الواحد مبسوط لانه بيشوف، بيحس كده بكل ما العمل يكون فيه دراسه وفي تخطيط وماشي على بلان وماشي على خطه وماشي على ثوابت واسس، بتلاقي النتيجه في النهايه بتبقى مثمره للغايه. نطلع فاصل واستقبل ضيوفي الكبار، دكتور محمد دكتوري مخطط احمال للنادي الاهلي وقطاع الناشئين، ودكتور عصمت من اخصائي التاهيل وايضا مخطط التاهيل داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حديث.